زي ما برضو بنشكر كل من يقف مع مصر او السعوديه قبل كده وقفت معانا، مش جديد عليها يعني. السعوديه بلد الله الامين، فده يبقى خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. ان احنا بنتقدم خطوه لقدامه كده، ويعني عايزين نحسن العلاقات برضو ما بيننا وما بين السعوديه اكتر واكتر. ويا ريت كل الدول العربيه تعمل زي الملك سلمان، وان شاء الله ربنا يوفق والسياحه تزدهر في مصر باذن الله. فكون ان هم امروا بتيسير الخطوط الجويه للسعوديه، ده طبعا يعني بيعكس التسهيلات اللي بتقدمها المملكه العربيه السعوديه لمصر، وده شكل من اشكال طبعا التعاون بس في اطار مختلف. وطبعا احنا بنرحب بالخطوه دي. يعني لشرم الشيخ طبعا دي خطوه مش غريبه على راجل صاحب فضل دايما، راجل ذو مبادئ ذو خلق رفيع. دي مواقف المملكه العربيه بجانب مصر وبجانب كل الدول العربيه الحقيقه.